مطلق من علي العنزي، إليك الميكروفون بوسعد. شكرا اخي محمد بن مريك المري. ايها الاخوة المتابعون مشاهدينا الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، واسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. احييكم وارحب بحضراتكم اجمل واطيب التحايا في هذا اليوم الاستثنائي الخاص بسن الثنايا. واهجني اصحاب السمو الشيوخ والسعادة في انطلاقة موفقة ان شاء الله لهذه الشعارات العملاقة في هذا اليوم من الشهر المبارك، يوم الاربعاء 20 من ابريل 2022 الموافق للتاسع عشر من رمضان المبارك. نتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله مع اشراقة شمس هذا اليوم وانطلاقة شوط رئيسي اخر مع هذا الصباح، شوط لا يقل اهمية عن شوطنا الماضي الذي فازت به هجن العاصفة التابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم في هذا الصباح، حيث ينطلق شوطنا الاول الرئيسي الخاص بالقعدان 8 كيلومترات، اسماء عملاقة تشارك وتنطلق وتندفع في هذا الشوط الرئيسي. نبدأ مباشرة بمعرفة الاسماء المنطلقة والمندفعة. يبدأها شعار هجن الشحانية على المركز الاول، وهذا هو مشرف لهجن الشحانية، يتابع مشرف السيد جار الله بن عقيل المري في المتابعة والتضمير. المركز الثاني وقاد على المركز الثاني لهجن الشحانية، ايضا يحمل الرقم 1 ويحمل الشعار الكبير شعار هجن الشحانية الشعار العنابي على المركز الثاني بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الثالث، المركز الثالث لبيب على ثالث المراكز، ينطلق شعار هجن العاصفة على المركز الثالث بمتابعة غياث الهلالي. المركز الرابع، المركز الرابع اسناد على رابع المراكز، يحمل لواء وشعار هجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية على المركز الرابع. المركز الخامس، اختم ندائي مع مجمل، على المركز الخامس بشعار هجن الشحانية والمضمر سالم بن فاران المري، وهذا هو الاسم الخطير على المركز الخامس. عموما وعلى كل حال اعلنت لحضراتكم المراكز الخمسة الاولى كاملة مكملة، 4 اسماء شحانية بالمركز الاول والثاني والثالث والرابع، لكن العاصفة قادمة باسم خطير تنتقل الى المركز الاول، وهذا هذا لبيب، لبيب العاصفة القادم من دبي، القادم بشعار هجن العاصفة العملاق، يحضر يحضر هنا في دار آل ثاني الكرام. مرحبا بالجميع في دوحة الجميع، مرحبا بكل عشاق الأصالة في الوطن العربي الكبير. يرحب أبناء قطر دائما في كل مكان وفي كل زمان بأبناء الخليج. مرحبا بالجميع هنا، هنا في ميدان الشحانية، الميدان الجوهري، الميدان المميز، جوهرة الميادين ميدان الشحانية. نتمنى التوفيق للجميع. خلاص يا اخواني انتهى الموسم بحفظ الله ورعايته، تبقى يوم الغد وبعد الغد، ويسدل ستارنا عن هذا الموسم الموفق والحمد لله. موسم ولا اروع، كان اللقاء اخوي رائعا جدا هنا في الشحانية، في كل سباق في كل مهرجان في كل تمهيدي يجتمع يلتقي ابناء قطر هنا مع اخوانهم ابناء دول مجلس التعاون الخليجي من السعودية من الامارات من السلطنة من الكويت وايضا مملكة البحرين. مرحبا بالجميع هنا في دار آل ثاني الكرام. اعود الى مجريات
شوطنا يا اخواني. اعود الى المركز الاول، الكادر الفوقاني عبر هذا النقل الحي والمباشر عبر قناتي الريان والكاس الناقلتان لاحداث الشحالية. على المركز الاول نشوف الكادر الفوقاني يحمل شعار هجن العاصفة، يحمل شعار هجن العاصفة نمبر فور عليه، رقم اربعة، وحنا عند لوحة اربعة، راحت اربعة كيلومترات سريعة مع هذه الاصايل. لنبدأ من مسافة الاربعة كيلومترات، مسافة الحقائق، بسم الله وعلى بركة الله. نبدأ مجددا مع هذه الاسماء لنعلن شعار هجن العاصفة على المركز الاول بمتابعة غياث الهلالي. وهذا هو لبيب على المركز الاول لهجن العاصفة عند غياث الهلالي. الى المركز الثاني مباشرة الى وقاد لهجن الشحانية على المركز الثاني، يقوده المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية على المركز الثاني. المركز الثالث نقلة اخرى الى المركز الثالث، هنا مشرف لهجن الشحانية مع البرنس جار الله بن عقيل المري. الى المركز الرابع مباشرة الى رابع المراكز اسناد لهجن الشحانية، يقوده محمد بن خالد بن عبد الله العطية على المركز الرابع. المركز الخامس اول اعلان لعز، عز خطير غادم بكل قوة حاملا لشعار سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني، وهذا عز راعي الانجازات يا اخواني. على المركز الخامس الى الرابع قادما يا غياث الهلالي، قادما هذا بن سفران يتابع يراقب عز في عملية التضمير والمتابعة. حسين بن سفران يتابع هذا اللي بالمركز الرابع. الى الثالث ينتقل شعار سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني، استراحة المحارب من جديد، يعود مجددا لينطلق عينه على الصدارة، عينه على الصدارة. المركز الثالث، المركز الثالث وقاد الهجن الشحانية، والمركز الرابع اسناد الهجن الشحانية، يضمرهما المضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية على المركز الثالث والرابع. المركز الخامس، المركز الخامس، ديروا بالكم من هذا الاسم، هذا الاسم بين قوسين، هذا الاسم الكبير، شعار هجن الشحانية يتواجد مع مجمل، بيتجمل مجمل اليوم على المركز الخامس، يحمل شعار هجن الشحانية والمضمر. من هو مضمر حضور؟ سالم بن فاران المري على المركز الخامس، يتابع هذا المجمل اللي بالمركز الخامس. لكن نعود الى اين؟ الى الصدارة، الى هذا الموقع المستهدف يا اخواني. نتجه وننطلق مع هذا المسار مباشرة الى الغرب، الى الغرب مباشرة نتجه. علوة يا ابو حمد، علوة نتجه الان، بعد ذلك ننعطف ان شاء الله جنوبا متجهين بحفظ الله ورعايته الى خط النهاية، الى خط النهاية، نتجه الى خط النهاية ان شاء الله. عموما لوحة اثنين يا مضمرين. ايها المضمرون الكرام، نعلن لحضراتكم بانه انطوت 6 كيلومترات، تبقى 2 كيلومترات، يعني 2000 متر. ضعوا الاجهزة، استعدوا للاقلاع، العاصفة راحت، العاصفة راحت يا بن سفران، العاصفة راحت. عموما على كل حال لبيب العاصفة يتربع على عرش الصدارة، على عرش الصدارة في المركز الاول، يتابع هذا اللبيب. هنا غياث الهلالي يحمل شعار العاصفة كبير، القادم من المرموم، القادم من دبي، من دولة الامارات العربية المتحدة. عز على المركز الثاني،
عز على المركز الثاني لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني. حسين بن سفران في المتابعة اسناد على المركز الثالث لهجن الشحانية عند محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الرابع، المركز الرابع مجمل على المركز الرابع، اعلنته قبل قليل بالمركز الخامس، يتقدم بشعار هجن الشحانية عند السيد سالم بن فاران المري. المركز الخامس، المركز الخامس اول اعلان لشلاع، شلاع لهجن الشحانية عند المضمر البرنس جار الله بن عقيل المري. بدأنا يا اخواني لوحة الاعلان، لوحة الاعلان، لوحة الكيلومتر الاخير. العاصفة مع لبيب، العاصفة مع لبيب، عز يقوده المضمر حسين بن سفران حاملا للواء والشعار سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني على المركز الثاني. وعصاته ببطانة، عصاته ببطانة، يعني خطير يا بن سفران، يعني انت خطير، كما انت خطير، كما انت خطير. لك لبيب العاصفة على المركز الاول متربعا منطلقا مندفعا بالصدارة، بالصدارة. غير يا مغير، غير يا مغير. وصل كم قعودي، وصل كم قعودي اللي رشحته يا اخواني قبل قليل شعار هجن الشحانية. وهذا مجمل، اتجمل يا مجمل، ترشيح بو سعد لا يروح اليوم، لا يروح اليوم. دخيلك يا بن فران، دخيلك يا بن فران. عموما على كل حال مجمل بالمركز الثاني ولبيب بالمركز الاول. الله، لبيب، لبيب مجمل، مجمل. الله على المركز الاول مجمل، اتجمل. وهذا هو الترشيح يا الصواب، ترشيح ابو سعد، رشحت عند لوحة سبعة، قلت لكم مجمل خطير. اتجمل، 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 اتجملت يا بن فران ابو سعد اليوم. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز مجمل بالمركز الاول بقيادة الاسطوري سالم بن فران المري. تهانينا والناموس. المركز الثاني العاصفة، هجن العاصفة مع لبيب على المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث يعز لسعادة الشيخ سعود بن فهد عبد العزيز الثاني. رابعا نمبر 3 على المركز الرابع اسناد لهجن الشحانية عند محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الخامس، المركز الخامس شلاع لهجن الشحانية عن جار الله بن عقيل المري. تهانينا والناموس، تهنئة لشعار هجن الشحانية وتهنئة لترشيح بو سعد على هذا الفوز. 12-43، 36 جزء من الثانية مجمل، وتجملت يا بن فاران. تهانينا والناموس لهجن الشحانية والمضمر سالم بن فاران المري. تهانينا والناموس، ثقتي بمضمر حضور جعلني أرشح هذا الاسم الكبير. المركز الثاني، المركز الثاني، 12-44، 50 جزءا من الثانية، شعار هجن العاصفة بالمركز الثاني بقيادة غياث الهلالي. اسمه لبيب، ها اسمه لبيب على المركز الثاني. المركز الثالث عز اللي بالمركز الثالث لهجن او سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثانية. التوقيت الزمني 22 جزء من الثانية، 45 ثانية 12 دقيقة هو توقيت صاحب المركز الثالث، يعني 12 دقيقة 45 ثانية 22 جزء من الثانية هو توقيت